بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله يا جماعة احنا في جولة في السيف جيلري الرياض، حي النهضة، شارع سلمان الفارسي. حضراتكم الطلب مني إن أنا أصور الحلل الضغط الكليبسو اللي لقيته موجود، هصوره لحضراتكم يعني، وهصور لكم جميع أنواع حلل الضغط اللي موجودة في السيف جيلري اللي هي بتتحط على الغاز يعني مش الكهربائية. دي اول نوع في الكليبسو اهي، مكتوب عليها حلل ضغط ايه كليبسو اهي. او قدر ضغط كليبسو عنابي ستيل 4 لتر ب 298 ريال اللي هو الشكل ده، ما شاء الله تقيل وسهل الفتح اهو. ده 4 لتر وهو قيم اهو، لونه عنابي الشكل ده. دي عريضه، الحله بتاعته عريضه، هنا الحله بتاعته دي طويله. ده برضو كليبسو اهو، هنزل واحده ايه نفتحها لحضراتكم يعني. دي كام لتر؟ دي 6 لتر، دي ب 299 ريال، وهي ستيل طبعا مطلي السيف وميدن شاين. دي صناعة صيني وهي ايه ماركة السيف، متوفر منها اللون العنابي واللون الاسود. 299 ريال وهي 6 لتر كليبسو السيف وميدن شاين، متوفر منها الطويلة والعريضة. ودي برضو دي فيها لونين اسود ونحاسي كده، مش عارفة اطلعه. دي فيترو، ما هي فيترو السيف برضو تبع السيف. دي فيترو، دي يا جماعة هما ايه فيترو السيف، كليبسو فيترو السيف اهو. دي كام لتر؟ دي ما شاء الله كبيرة شوية بس مش عليها اي تعليمات، مش عليها يعني ايه اي اسعار. هنفتحها لحضراتكم ونشوفها. اهي يا جماعه فيترو السيف كليبسو، شكلها حلو، تعتبر نحاسف اسود وبتتفتح وبتتقفل من هنا كده. اتقفلت كده، اتقفلت كده، اتفتحت. شكلها هي من جوه اهي، ما شاء الله حلوه وتقيله. وده شكل الغطا، ما شاء الله الغطا تقيل جدا اهو، وفي الحواف بتاعته سيليكون عشان ايه يبقى محكم الغلق. يعني سهلة الفتح والغلق، بس هقفلها كويس. هي لازم الواحد ايه يمسك بايد الاتنين، عشان انا ايد بصور بيها وايد ماسكة بيها ايه فيترو السيف. دي فالكون السيف، بس دي مش كليبسو يعني، انا سألتهم قالوا الكليبسو اللي مكتوب عليها كليبسو، بس دي يعني تشبه لها يعني، دول عليهم خصم. 6 لتر ب 259 ريال، 8 لتر ب 279، 10 لتر ب 299،
5 لتر بمية؟ لا ده دول بس. دي بقى حلة ضغط عادية برضو السيف، 5 لتر ب169 من 199. ال7 لتر منها دي ستانلس، ال7 لتر من 229 بقت ب109، 194 ال7 لتر، دول كلهم ستانلس. ال9 لتر ب214 من 249 ريال. ال11 لتر منهم برضو دول عاديين، يعني ستانلس، يعني حلل ضغط عادية بس ستانلس مش كلبسه، يعني 228 من 269 ريال. اوريكم دول بقى يعني طبيعيين عاديين كده، سهلين الفتح والاغلاق يعني وكده. اهي دي ال5 لتر منهم، هي كلها ستانلس ما شاء الله، تقيلة جدا، مش هقدر انزلها بايد واحد. اهي ما شاء الله لا قوة الا بالله، تقيلة يا رب. طبعا كلنا عارفين ايه العادية بتتفتح ازاي، سهلة جدا يعني. ده قوية جدا ما شاء الله. انا كده بفتحها ولا بقفلها؟ هي يا جماعة الستانلس بتاعها ما شاء الله نقي وجميلة اهي، وتقيلة، تقيلة جدا يعني. دي 5 لتر وتقيلة جدا اهي. والغطا بتاعها ما شاء الله لا قوة الا بالله، تقيل، وبيجي معاها الملحقات بتاعتها، اليد بتاعتها يعني والمسامير بتاعتها، وده الكتالوج بتاعها او الكتيب اللي فيه الشرح كله، قدر ضغط السيف جلاري. نرجع كل حاجة زي ما كانت. نغلق هي بصراحة دي سهلة، سهلة وبسيطة كده اللي احنا متعودين عليها. دي بقى دي حلوة برضو، دي برضو فالكون، دي تشبه الكلبسو. ايه وسهلة برضو كده، فتحت كده قفلت. ودي بتاعت البخار، بصراحة الموديلات هنا في حلل الضغط جميلة. بيجي معاها الكتيب اهي في كل التعليمات، وقدر ضغط السيف جيلري برضو، فالكون. وهي بصراحة دي سهلة، سهلة جدا يعني، سهلة الفتح والإغلاق. قفلت اهي ما شاء الله لا قوة الا بالله، بصراحة دي سهلة جدا وجميلة، ممكن تمشوها في لبس بقى. اهي واليد بتاعتها بتتشال بسهولة يعني، يعني الموديل بتاعها حلو. ودي كده البخار يطلع كده، اتقفل كده مقفول، وكده تقفله اكتر، وكده مديك علامة البخار اهي، رسمة ان البخار بيطلع من هنا. دي بصراحة انا شايفاها ممتازة اللي هي فالكون دي، واجمل ما فيهم انهم عليهم خصم 259 من 339 ال6 لتر، 279 من 365 ال8 لتر، ال10 لتر 389 بقت بكام؟ ب299 ريال. بصراحة ممتازة. هنا دول تركي برضو، دول فلزة، ال6 لتر ب229 ريال.
ودول طقم، الاتنين دول مع بعض طقم، دول اخر حاجة في اللي هما الفلزة التركي، دول اخر اخر قطعتين يعني، او اخر طقم. واحدة 4 لتر، واحدة 7 لتر. من 415 بقوا بكام؟ ب319 ريال. دول بصراحة حلوين برضو، الفلزة التركي بصراحة ممتازة. ودول اخر اخر حاجة في العرض في الطقم يعني، بصراحة الفلزة التركي في الحلل الضغط ممتاز. ده الغطا يعني ممكن لها استعمالين، حل الضغط وممكن تطبخي فيها، يعني تعملي فيها اي حاجة غير ايه الطقم يعني. عايزين تستعملوها حل الضغط تستعملوها، عايزين تستعملوها حل عادية استعملوها. والغطا ده بيجي هنا، عايزين تطبخوا في دي كضغط بتشيلوا الغطا، عايزين تطبخوا في دي كضغط بتخلوها زي ما هي كده، عايزين تطبخوا فيها الطبيخ عادي بتحطوا الغطا الازاز. ده طقم مع بعض وممتازة ممتازة ممتازة. ليا واحدة صاحبتي واخدة منها بتشكر فيها جدا. دول اخر حاجة في الفلزة يعني، دول اخر قطعتين يعني الطقم ده في السيف جلاري عامة يعني. هما التركي اهم، دي حلل ضغط كوري طبعا، دي ما شاء الله ممتازة جدا يعني وقوية يعني وكده يعني حاجة يعني ايه، دي بي ان. ما شاء الله يعني ايه، دي الماني قصدي كوري، كوري ده من دي 5 لتر، دي ألمونيوم كدر ضغط كوري 5 لتر بي ان ب329 ريال. صفرة تقع اهم حاجة دي ما تقعش، ومحكمة الغلق برضو واحد مش عارف يعمل بايده الاتنين يعني، مش عارفة ايد تصور وايد. 7 لتر منها ب356 ريال، دي كوري حلل ضغط كوري. 9 لتر ب415، 20 لتر ب649 ريال، 13 لتر ب539 اهي قسم قدور الضغط. دي 11 لتر ب469 ريال. هنا بقى طبعا دول العاديين، بس دول ايه جرانيت، دول السيف جرانيت الجودة والاصالة، ودول عليهم خصم. 7 لتر ب139 ريال، 139 ريال. 9 لتر 159، 159 دي لا الالوان يعني ايه متكررة مختلفة يعني. 11 لتر 195 ريال، دي طبعا ما شاء الله لا قوة الا بالله، ده قدر السيف، بس ده جرانيت قدر السيف غني عن التعريف يعني. اهو كل دي الحلل الموجودة في السيف جلري الضغط يعني اهي اهي كده. الفيديو هيطول، دي بقى الحلل العريضة 17 لتر و369 ريال، وفي 17 لتر ب329 ريال. ده 17 وده عريض جرانيت عريض، وده جرانيت رمادي ما عريضة برضو اهي. في 12 لتر، في 15 لتر. الاسعار يا جماعة عشان كده الفيديو طول جدا يعني على حلل ضغط بس يعني. في بقى دول الجرانيت، في الالومنيوم، في ستلس اللي هي فالكون العادي، في ستلس وفي ايه الومنيوم يعني.
والأسعار، دول كلهم عليهم خصم. الستانل السعر والألمونيوم سعر، دول بقى مش عليهم خصم. دي ما شاء الله الحلة دي الكبيرة دي بتاع المطابخ والمطاعم ب1099، عليها خصم برضو، كان ب1264. دي بقى الحلة العريضة السيف برضو. انا كنت مستغرب اقول يا رب الحلة دي شكلها طلعت ايه، حلة بضغط عريضة. دول بصراحة جمال. نختم هنا ان شاء الله ونشوفكم في جولة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.